الله يصبرني يا رب. سارة لسه بكرة في درس صح؟ مضحك للغاية. سارة لا تسمع كلمتنا وقال بده درس. لا ما لما تيجي بدش تاخذي اللفة اليسار، يعني هاي السيارة طلعي، هاي السيارة هذيك، هاي اقرب مسار. طيب هاي يسار، انت هاي السيارة جاية هيك، هاي اللفة انت حتعملي هيك حتبعدي. هذا اسمه تجاوز، هذا بعرفه. لك شو تجاوز؟ هذا التجاوز، التجاوز بالطريق، بدك تروح يمين بدك تروح يسار، هاي اسمها يمين، طلعي لا تحركي السيارة اهدي. فانت اليسار تفتحيها تكبريها وتروحي هيك. علمت شلون اللف طولي؟ ما بدي تلفي طولي، اصف طولي، بعرف اصف طولي. ما كنت تلف، تعلمتها. شوفي طب حتسمعيني ولا لا على اللفه؟ اسمعي طيب، اليسار ليه؟ لانه اليسار عندك هو يمين اللي جايك من الطريق، واليمين المفروض تروحي له تلفي يمين من اقصى اليمين، فانت ما تعرفي شو السياره اللي جايتك، فتروح تكبري اللفه، بتروح تكبري اللفه باليسار. شو عم تعملي انت؟ صوري لهم بس السيارة من برا، أنا الله يستر عليك.